حاولي دلوقتي ان انت مثلا ايه كان حد ضايقك وانت هتخانقي معاه، ممكن الله ربنا يسامحك وامشي على طول. لو هي مثلا مسكت بقى في خناقك وهتضربك بقى هعيط يمكن اصعب عليها. اول حاجه معروف عن السرسجيه ان هم بيقفوا وقفه غلط، فبتنزلي ركبك سنه. ماشي ماشي شغال. انت وبيبقى رافع راسه كده، اه كده، وعينيه بقى بصه كده، رافع راسه فوق عينيه تحت، راس فوق عين تحت. ايه ده؟ راس فوق عين تحت. بيتكلم بقى ازاي؟ لا بيتكلم كده، اه اللي هو قولي لها ما تجيش على سكتي. لا كده لازم كده عشان ما افتحلكش مطويه. صوت بقى لازم يتخن. ما تجيش على سكتي عشان ما افتحلكش مطويه. وكده والله العظيم هيديك قلم. الخطوه الثانيه وانت نفس الثانيه في ايد في الناحيه دي. ايوه ماشي ماشي شغال عادي. طلعي طلعي، اه عشان نبين له القلب ده، القلب ده بيخوف. حضرت الجن؟ اه لا كده كده، بص اكنك بتهتدي له كشافه تخوفيه عشان يتخض كده. لازم ايدك لازم يبقى كده. يلا يا سوس كده مش قادر. بتثبت دي وبنزلها كده. خلاص حضرت الجن؟ حضرت الجن؟ اصرف بقى يا معلم. اصرف يا معلم. يا معلم. حضرت الجن؟ اصرف بقى يا معلم. لازم تكوني بتتصوري زيهم. اكيد دي سهلة بقى. ازاي ده؟ ده احنا شغلنا غرقنا عم سام. كده مثلا. مامتك مخلفة 4 بنات. واحدة منهم اسمها شمال، واحدة منهم اسمها جنوب، واحدة منهم اسمها شرق، الرابعة اسمها ايه؟ غرب. غلط. ايه ده بجد؟ حاجة طبعا هديك اختيارات، في غرب شرقي وفي شمال شرق وفي جنوب شرق وفي جنوب غرب، حاجة منهم بقى. أنا الرابعة، مش هي مامتي مخلفة 4 بنات وتلاتة، يبقى أنا الرابعة. صح؟ اسمها ايه؟ منهم. طيب امسكي البسي النضارة سقفي لنفسك. لا 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 لا. بجد صح. جاي ده بجد ب10 جنيه بجد. خلاص في 10 متسابقين في السباق، كل واحد لابس رقم كده 1 2 3 لحد 10. عايز اعرف لو سابقتي العاشر هتبقي رقم كام؟ 11. مش هي 1 2 3. لو انا لا لو انا سابقت العاشر هبقى التاسع، هبقى الاول. وانا سابقت العاشر، ما زي ما سابقت العاشر انا سابقت. اول مره اقف مع حد يجيبها بالسهوله دي بجد، انا مش فاهم ازاي بجد. استني احلى 10 جنيه لازم طبعا. امسكي. اه صدقت ولا غلط؟ دلوقتي فيه كل واحد لابس تيشيرت عليه رقم، انت الوحيده اللي مش لابسه رقم، لو سبقتي العاشر بقى هتبقي رقم كام؟ مش هبقى رقم. ما هتبقى ايه؟ هبقى مش هكسب. مش هبقى رقم. هخسر كده. مش هبقى رقم. هبقى صفر. طيب كلهم لابسين تيشيرتات بارقام وبيتسابقوا، انا لما اجي اتسابق انا هوا. لا ما السباق هيبقى لابسين تيشيرتات وانت الوحيده اللي مش لابسه تيشيرتات. انا مش رقم يا بنتي. انت اصلا مش في السباق فما ينفعش تسابقي حد فيهم. ايوه ما ينفعش. ما انا هو ده اللي بقول. 4 سمكات. اتنين منهم غيره. متبقي كام سمكة؟ مفيش سمك بيغرق. نبيها قوي. لماحة. فاهمة وهي دايرة معروفة. مش مصدقة انها جاوبتها. لا خلاص ما انا ما جاوبتش. ما هي صح. لا ما هي صح. شكرا. شكرا. تقدم لك ارسانة قبل كده؟ رفضتيهم ليه؟ علشان انا كان حلمي ان انا ادخل الجامعه اكمل تعليمي، فلسه كمان عايزه لما اتخرج اشتغل وكده، عايزه يبقى عندي حياه. عايزه تحققي كاريرك يعني. قولي لنا احلامك. ان شاء الله باذن الله اطلع بتقدير حلو، بعد كده ما اعتمد على نفسي وبقدم المسؤوليه نبقى ناخد الخطوه دي. طب الشخص اللي انت عايزه تتجوزيه عايزاه يبقى عامل ازاي؟ الشخصيه يبقى شخص محترم وبيصلي وحنين
ومتفاهم. الشكل بقى يعني اي عادي اي حاجه. المهم يبقى طيب بس وكويس. مهم عندك ان هو يبقى معاه فلوس كتير؟ عادي، ما بركزش في الماديات والله. الماديات عادي. دلوقتي لو هتتجوزي، جه مثلا وقت انت هتختاري العفش وجات مامته قالت لك انا اللي هختار لك عفشك، هتوافقي؟ صراحه لا، عشان انا اللي هعيش، فهعيش في حاجه مش حباها. طيب هبقى قاعده وهي قدامي هبقى متضايقه. انا اقول لها ممكن نختار سوا، يعني ناخد رايي سوا بعد كده نختار سوا. طب لو خلاص بقى الموضوع خلاص هيبوظ على كده، لو الشاب محترم وفعلا لقطه كده مش هلاقيه تاني، خلاص مش حاجه بسيطه، اللي في نفسها عشان ابنها. النخله قدامنا اهي، الجاذبيه وقعت التفاح، يبقى ايه الدنيا؟ مين هياخدها الاول؟ احنا. مين احنا؟ النخله بتوقع تفاح ولا بلح؟ بلح. امال ايه التفاح اللي بيقع؟ يعني خلاص ما مش نافعين. تمام، ومايل ده كده وتحسسك برضو ما. اهم حاجه ايه؟ رفعت راس. الناس كلها تحت. لا الناس كلها تحت اهو اهو شغاله اهي. اشتغلت. احكي لنا عن الاوتفيت بتاعك. ايه رايك؟ لا حلو باربي قوي. احكي لنا. طيب البنطلون جايبه مني من روكسي، والبيزك من عباس العقاد، والطرحه من هنا. يعني من منشئ يعني. طب بتسمعي اغاني ماشي سمسسه؟ لا. عمو الطيخه؟ عمو بيكا؟ عنبه؟ ولا اي حاجه؟ لا ما تسمعيش اي حاجه؟ اسمعي لا. فاكرني هعاتبك والومك وحاسبك. فاكرني هعاتبك يا لهوي غلبانه قوي. يعني ربنا يوفقك يعني في اللي انت عايز تعمليه باذن الله. خلاص موافق لك. اللقاء لو نزل ما ينفعش. في اي مشكله لو اللقاء نزل؟ هم عادي. شكرا معلش تعبت. لا لا. يلا.